Und oh boy, يعني مثلا في الاكزامبل اعطاه الموجود في الفايل راجع الفايل فور اكزامبل انا بعد ما اعمل لودنج Take this.
وين؟
طبعا الدنيا بوتي ده يعني بوتي ده مش الطبيعي كبصه طبيعيه يعني عشان هنكون ده ريتشر ماشين وانا كمان مش هعطيها كل الريسورس على المكنه هعطيها جزء من الريسورس. الايرور اللي طلع ده ليه؟ كان لازم ان انا من الاول في الداتا اعمل كليرنج للريكورد ده. شايف الريكورد ده عباره عن ايه؟ الهيدرز. فهو الهيدرز ده الداتا فيه تكشوال فعشان الداتا فيه تكشوال فايه فهو هيحاول يعمل عليها اجريجيشن فعشان كده طلع فيه اللي عايز اوريك كمان ان ايه في بقيه الانستتيوشن ان انت مثلا كان بيلدينج اون فانكشن يعني انا هنا مثلا عامل فانكشن ما عنديش فانكشن بيلد ان بايثون هتقول لي الديلي قد ايه دي حاجه فانكشن خاصه بالسوليوشن نفسه فهي بيلد ايه فانكشن هنا فانكشن واحده بايثون فانكشن عاديه جدا تمام بايثون فانكشن دي بتقول لي ايه لو الديلي ده اللي موجود في الاف دي اي اللي هي الفيديشن اوف افيشن ادمنستريشن تمام ان ال الديلي اكتر من 15 يعني اي رحله بتتاخر اكتر من 15 دقيقه الكاونت از ديلي فلايت اي رحله اتاخرت اقل من 15 دقيقه ما بيحسبوهاش انها تاخر يعني جاست لايك نورمال. فانا عملت الفانكشن دي الظريف في ايه؟ ان الفانكشن دي انا هاخدها واعرفها او ابنيها في ابنيها في ايه فيبقى عندي فانكشن اسمها خلاص كده اتعرفت على الجمله دي فانكشن ديلي فلاج لما اجي استخدمها ديلي فلاج هو برضه اوتوماتيكالي هيبقى مسؤول ان هو ياخد الفانكشن كود فهنا نستخدمها فين عامل هنا عامل ديلي فلاج هنا عاملها امبلمنتيشن ازاي؟ بقول له في واحده من الماكس بعد ما عملت شويه بروسيسنج بقول له ايه؟ امشي بقى على الكول اللي اسمه ديلي ده تمام وعدي عليه الفانكشن اللي تلاقي الديلي بتاعه اكتر من 15 دقيقه حط لي فيه فلاج 1 اللي الديلي بتاعه اقل من 15 دقيقه حط لي فيه 0 ايه فبعد كده لما اجي اعمل عليها مارجنالايزيشن بعد كده او اجريجيشن اوكي هبقى بكاونت بس ايه 0 0 1 فعرفت ايه عدد النمبر اوف ديليت فلايت قد ايه والنمبر اوف ايه الفلايتس عليها اللي مش ديليت او مش كاونت قد ايه قد ايه. مش دي القصه، القصه فين ايه؟ ان انا كتبت الكود في الكونتكست كتبته عند الباي سبارك واوتوماتيكالي هو اخد الكود ده وعمل ديستريبيوشن فيه الكلاسر كلها. اوكي لو ما كانتش الكابيت دي موجوده عندي يعني في بعض الداتا بيز انجنز الماسيف ليفر بروسيسنج اي نيد تو رايت ا سكريبت to deploy the function definition على كل النودز. هنا سبارك في ميزه في النقطه دي ان انا بكتب الفانكشن ديفينيشن جوه السبارك كونتكست جوه الفايس سبارك اللي هو الشيل بتاعتي وهو اوتوماتيكال بياخد الفانكشن ديفينيشن دي ويروح ينفذها على ايه؟ على كل النودز الموجوده. الكلام هنا عامل كده فانكشن ثانيه يعني هنا مثلا الفانكشن دي بتعمل دي سلوت واحد من الاناليسز اللي كان مطلوب في البروجكت ده ان احنا نعمل ايه؟ انا عايز اعرف هي ايه الفترات اللي في اليوم اللي بيبقى فيها ديلي اكتر لان انت النهارده راجل مسافر فاي ونت تو بروفايد يو از ريكومندر يقول لك والله افضل وقت في اليوم تسافر فيه من كذا لكذا. اوكي؟ بس في الحقيقه انا ما بيجيليش سلوتس كده او بنز متعرفه لليوم. ايه اللي بيجي لي ايه تايم ستاند يعني بيجي لي ساعه ودقيقه وثانيه وجزء من الثانيه بتفاصيله في يوم معين فاي نيد تو تيك ذيس كونتينوس فاريبل اند ديسكريتايز ات انتو بينز. عايز اقسم اليوم ده انا هنا هقسمه 1 2 3 4 4 5 سورس فخلاص مقسم اليوم دي ايه 5 سورس من 2 صباحا لغايه الساعه 6 صباحا وبعدين من 6 صباحا ل 11 قبل الظهر على طول يعني 12 ل 16 قبل الظهر على طول وبعدين من 12 نون لغايه الايفنينج الساعه 17 وبعد كده من 17 لايه؟ ل 9 بالليل وبعدين من 9 ل 2 اللي فاضي. فجيت هنا عملت ايه هنا؟ عملت ديسكريتايزيشن لايه؟ لوجيك.
اللوجيك ده لو خدته على الار دلوقتي ورنيته على اللي هم المليون و400 الف ريكورد دول او المليون و500 الف ريكورد او المليون و500 الف ريكورد هتحس قد ايه المعاناه بقى بياخد وقت قد ايه. رغم ان الار بيران على لوكال ماشين وعنده كل ال 32 جيجا بايت بتوع الماشين كلها والانستنس بتاعت الار هنا بتاعت السبارك اخده بس حوالي 8 جيجا بايت او 16 8 جيجا بايت و4 كور من 8 كور. بس نتيجه الليزي اكسكيوشن هو ده اللي بيفرق. ده الاكسكيوشن هنا اصعب كتير. فذيس از اول اناليتكس ذيس از يعني وي كان لوك ات از ايه data preparation plus analysis. So I need to take a variable, to take a variable ب 50 مليون ريكورد واعمل discretization. This is huge amount of work. انا بكسكيور الفانكشن المدمره دي 50 مليون مره. يعني لو عندي 50 مليون ريكورد بالشكل ده وفيهم الفاريبل اللي هو اسمه دي باين. فانا عايز اخد ال 50 مليون ريكورد دول على الفاريبل بتاع باين او الكولوم بتاع باين وران الفانكشن 50 مليون مره عشان اخلص الترانسفورميشن ده. فيو كان ايماجن ذا ورك لود جاست تو ديسكرتايز ا فاريبل. اوكي؟ وبعد ما عملت ديسكرتايزيشن كمان عايز اجريجيت ديز عليه ديز اناليتكس. اوكي؟ عشان اطلع في الاخر بي بي اي يقول لي احسن يوم اكتر عدد تاكيدات بيحصل في اي سلوت في اليوم. وممكن بعد كده اعمل عليه انفيرنس اران عليه هيبوس تيستنج فبرضه اي نيد تو جو ثرو ال 50 مليون ايه ريكورد. انا عايز مش عايز اعمل سامبل طبعا. اوكي؟ ايه؟ الخاصيه بتاعت البيزنس لا ما مش لازم مش لازم كل مره هو بيحاول از ماتش از بوسبل ستاب يعني كويس ان حضرتك يا دكتور سالت سؤال لان في بقى خاصيه ثانيه انا معلش مش بحاول اسكيب معلومات بس مش عايز يعني بقول حاجات كتير قوي ورا بعض بس في خاصيه ثانيه بقى ظريفه جدا ان هو بيعمل ايه لما بيجي يقرا الداتا مش بيلود الداتا ويحملها في الميموري كلها وبعدين يعمل بروسيس بيعمل ستريمنج من الارض دي بنفسها يعني بيجوا ياخد ايه طابل بطابل او كابل بطابل مع بعض ويعدلهم مرة عينه فلتر ويجيب ريزولتس. فهو بيعمل انترنال ستريم دي خاصيه الميموري ستريم. فهم الخاصيتين الرئيسيين في الحقيقه اللي هم التو فاليو ادد بتوع سبارك هم الليزي اكسكيوشن والميموري ستريم. فهو ستيل في فاليو ادد بس طبعا هو مش قادر يعمل الليزي اكسكيوشن خلاص انا عايز الداتا منه هيعدي هيعدي. هنا برضه استخدمت الفانكشن هنا في الايه؟ في اللي هي بتاعت التايم سلوت. عشان بعد كده لو حبيت اعمل بروسيسنج تاني على نفس الداتا ايه اي
الان بيت بورد من بره. اوكي فممكن اقرا من اتش دي اف اس ممكن ايه كده وممكن انا اقرر اقول ايه لا انا عايز الريزلتس دي جاست الفاينل ريزلتس اي نيد تو رايت تو ذا لوكال فايل سيستم اللي هو بيرن عليه سبارت كونتكست اللي عليه الشيل فممكن هنا اديله فول باث للفايل سيستم لوكال بس سكريبتس باي فايل كولوم 3 سلاشز واحط له الباث هياخد ان الباث ده لوكال باث فاي هاف زي ايه وعندي بقى قلت زي ممكن انتجريت مع هايف ممكن انتجريت مع اتش بيز فممكن اقرا من اتش دي اف اس واعمل بروسيسنج واقوم في اتش بيز اتش بيز از انذر كومبوننت في الايكو سيستم اوكي وهكذا فالانتجريشن ده موجود بشكل انتيوتيف ونيتيف اوكي هنا المشروع ده فيه بقى ناس كتير قوي بالشكل ده احسن ايه اللاين ايه هل عندي كورليشن ما بين الفليت ستيتس والديلي يعني هل عايز اقول ايه الفليتس الاقدم شويه الطيارات القديمه فيها ديلي اكتر ولا لا؟ عايزين نشوف كورليشن في فانكشن ثانيه تو دو ذا كورليشن تمام؟ هنا برضه بشوف الويك اوف داي يعني بشوف ايه اكتر ويك اوف داي في ديلي عشان برضه لو انت بتتكلم تبقى عارف ايه الويك اوف داي طبعا ده كله مارجنزيشن هاو ايفر كان كونفرت تو انفيرنس مودلز تمام عشان تشوف كمان بقى الكونفدنس انترفل انا ممكن يبقى الكلام ده ممكن بيحصل اوكيجن بس مش اتس نوت ذا كيس فاي نيد تو تشيك فور الايه الانفيرنس بتاع الداتا دي عامل ازاي طيب عايز اجاوب كده قبل ما نكمل السيشن بقى ايه تعالى بقى نشوف لو انا عايز ارن بريدكتيف موديل زي الحاجه اللي شفناها من شويه كده زي الجستيفيكيشن او ايه بيز عايز ارنه على سبارك هيبقى شكلها عامل ازاي في عندي هنا موديل معمول ب ديسيشن دي ار ايه بيز هيفرق معايا اذا فاريبل
منفصل. انا عايز اعمل ايه بقى؟ عايز اطلع ارض دي واحده، الارض دي فيها كل الايه؟ الفاريبلز بتاعتي. ايه؟ وبالتالي انا عملت فيها شوت زي ما شايفين اوبريشن ضخم شويه. الفكره كلها ان انا عايز ان انا اطلع كده بطبل واحده في الارض دي، الطبل دي فيها كل الايه؟ الفاريبلز. بس خلي بالك انا عندي هنا بقى تشالنج ايه من ظريفه شويه. ان الالجوريزم المكتوب في السبارك ماشين ليرنينج لايبرري محتاج ان انا اديله الداتا بشكل محدد. يعني لو انا بعمل الاكزامبل ده على ار او بايثون، انا ممكن اقول له خد الفاريبل الثالث واعمله فيتنج في بقيه الفاريبلز. يعني خلي يعني انا النهارده عندي لو بصينا كده اوريكم الشكل النورمال او اللي هو الشكل الطبيعي بتاع ايه؟ شايفين الشكل الطبيعي بتاع الريكورد عامل ازاي؟ الفيزيكال ايه اوت اللي هو داخل بيه. اول فاريبل عندي هو ايه؟ الايه وبعدين ايه؟ بعد كده المانث، وبعد المانث في عندنا الدي اوف مانث وبعدين الدي اوف ويك، صح؟ طب الديلي موجود فين؟ في مكان الدبل ويست اهو. يعني الديلي فين؟ الديلي دي انا بشتغل على الارايفل ديلي، تمام؟ اكس الديبارتشر ديلي، يعني المود ده مبني على الديبارتشر ديلي، تمام؟ فين الديبارتشر ديلي اهو. كيف موجود فين؟ رقم مثلا 15، تمام؟ لو انا في الار او في باندلس في البايثون اي كان ريفير تو الريكورد رقم الكولوم رقم او الباب رقم 15 ده، واقول له خد الباب رقم 15 از ذا بريدكشن اللي هي ديلي ولا مش ديلي او ديلي قد ايه، اوكي؟ وبعدين بقيت الفاريبلز الموجوده في الارض دي او في الطابق اللي عندي خدها دي از ذا درايفر از فيتشر، تمام؟ مشكلتي بقى في الارض دي ان هي ملتزمه بلاي اوت معين، محتاج ان انا اعمل ايه؟ اجيب له الاول الكلاس اللي هي اول حاجه، وبعدين بعد كده اجيب له الايه؟ الفيتشرز. الاستراكشر كده اسمه ليبل بوينت. الاستراكشر بتاع الليبل بوينت ده مستخدم مع كل الايه؟ الريجريشن والكلاسفايرز الموجوده في الماشين ليرنينج لايبرري في سبارك. دي حاجه خاصه بسبارك. لو بشتغل على ار عندي فلكسبيلتي عن كده. اوكي؟ فممكن حتى لو بشتغل مع ار يعني في سبارك ار الاقي ان الموضوع فلكسبل. فاللفه الطويله دي الكود العنيف ده كله عشان نعمل ايه؟ كل اللي هو الحته دي كلها بس وظيفتها بس كلها ان انا اشقلب الاماكن بتاعت ايه؟ اظبط الارض دي عشان تاخد نفس اللي اوت بتاع النيم والبوينت ستراكشر. يجيب لي في الاول الديلي كاتيجوري، وبعد كده يجيب لي كل الفيتشرز. اسبارك مع ار كان يوز بقى الار ستوديو. عشان ده اسبارك بس بيور ار دي. وبعدين عايز اقول لكم برضه ان في ليفل تاني طبعا مش عارف دي يعني حاجه كويسه ولا اكشن، ايه دايما بنبدا كده حاجه تولف شويه هي مش تولف الاول، وبعدين هم قلبين الدنيا سيكو. فبرضه سبارك عنده حاجه اسمها ايه؟ داتا فريم. الداتا فريم بيعمل ايه؟ بيخليك تشتغل بسيكوال ستيتمنتس مع الار دي من غير ما تقعد تعمل كده. هي اسهل شويه بس ده مور كنترول. يعني هنا اقدر اتيون لان انا عارف التفاصيل وانا كاتبها بي. السيكوال ده كله هات لي الكولوم ده مع ده وجوين ده مع ده ومش عارف ايه بيحصل في الار دي. يعني ففي ديفت في طرق تانية ممكن اتعامل بيها، بس انا يعني في كده بشتغل من الارض دي يعني جيف يو كنترول يعني. مش واحد لان هو في السيكول هو بيعمل تيونينج بنفسه، هو بيكليم ان هو بيعمل تيونينج احسن، بس محتاج تجرب عشان تبقى ضامن. يعني هو بيعمل لك تيونينج للديتا فريم بنفس الاسلوب القديم اللي كنا بنعمله في الداتا بيز انجنز، تمام؟ يعني مثلا لو انت عامل سورت اوبريشن يقوم قايلها لك مثلا ايه؟ هاش جوين. لو انت عامل جروب باي يعملها لك بهاش اجريجيشن وهكذا. فبيقعد هو يحولك الاوبريشنز اللي انت عاملها بشكل يبقى مناسب او اللي هو شايفه انه اوبن. طيب خلاص عملنا الخطوه العنيفه دي، بعد كده هنروح نعمل ايه؟ اهو نمبورت النيم بيس بلس فاير حاجه اسمها ام ليب. ام ليب هي الماشين ليرنينج لايبرري بتاعت سبارك انترليشن. حاليا سبارك غيروا وبنوا حاجه مور افيشنت شويه اسمها ام ال. فبقى في باكج كده اسمها ام ال هي اللي فيها برضه هي الاثنين في الاخر يعني فيهم نفس الالجوريزمز. بس ام ال هي اللي هتسرفايف يعني بيز على سبارك انترليشن. بس هي اني هاو يعني هتبقى
انا عايز اخزن الموديل على الديسك وارجع فيه لودنج تاني. وبعدين كمان هات مين بقى الراجل اللي هيقوم فوق ده اللي هو ليبل بوينت. الليبل بوينت اوبجكت ده اللي هحط جواه الداتا ستراكشر اللي بيفهمه نايف بيز ولوجيستيكيشن اند سو اون سبورت ريكو ماشين اند سو اون. وبعد كده خلاص كل اللي عملته انا عملت ايه؟ قلت له ايه؟ اهو خد فلايت زيرو وحطها في ايه؟ مع بقيه الايه؟ الحاجات عملت بريت له الايه؟ الليبل بوينت ده بالشكل اللي هو عايزه. وبعد كده دخلت على ايه؟ قمت قاسم الداتا قلت له سيب لي الداتا اللي موجوده التريننج داتا او الهول داتا اللي موجوده قبل المليون و400 الف ريكورد تقريبا بعد ما شلنا منهم شويه حاجات اسمهم لي ايه 70 30 نفس اللي شفناه مع الشيخ من شويه اللي هو عملت تريننج سيت ايه وتست سيت تريننج سيت اللي هو بيه 70% من الريكوردز وتست سيت هتبقى 30% هو طبعا بيروح يسامبل بشكل ايه رقم بيعمل رندر سليت واعطيه السيد عشان لو عايز اران اكتر من موديل اغير السيد عشان يديني ديفرنت ايه ديفرنت راندومنس وبالتالي بعد كده بران اكتر موديل واقارن ما بينهم اشوف فيه كونفرجنس ولا مفيش كونفرجنس ما بين مودلز وبعض. وبعد كده خلاص انا كده عملت التريننج داتا اهي خلاص فعندي التريننج داتا بعد كده بقول له ايه؟ نايف بيز دوت ترين خد الداتا اللي انا قسمتها بتاعت التريننج دي وايه والنهايه في ايه؟ او اعمل لها فيتنج نايف بيز. وبعد ما عملتها فيتنج نايف بيز خلي بالك دي الخطوه بتاعت ايه بقى؟ بيندنج الموديل يعني دي الخطوه بتاعت بيندنج الموديل. نايف بيز از الجوريزم تمام دي اكتر من فليفر تمام في حاجات يونيفورم في حاجات بيز على البرنولي ديستريبيوشن يعني في تفاصيل في انواع كتيره اوكي ده البرنولي فيرجن منها يعني وانا كل اللي عملته ايه اي كول فانكشن اسمها نيت بيز اوكي مجرد ان انا ناديت الفانكشن خلي بالك نفس الاسلوب الفانكشن نيت بيز دي سبارك من نفسه كده هيروح يبارلايز الاكسكيوشن بتاعته اوكي خلي بالك المليون و700 مليون و 1.4 مليون ريكوردز دول اتقسموا 70% فال 70% دول حوالي مليون و100 مليون 1.1 مليون ريكوردز ال 1.1 مليون ريكوردز دول لما يحصل لهم فيتنج بالشكل ده لما تريننج موديل سبارك هياخدهم ويرميهم على الكلاستر اللي موجود ايه هو هيوبتمايز هذه الاوبريشن وهي دون هاف تو وري اباوت اللوجيك الموجود مش محتاج اقعد اكتب انا نايف بيز بي هو اوريدي موجود از انكابسوليتد فانكشن موجود از انكابسوليت فانكشن. بس ذا بوينت هنا هي بقى النقطه اللي بيلتقط فيها الداتا ساينس مودلز مع البيج داتا بلاتفورم. مين الانبلر؟ الانبلر ان في حد كتير نفسه وبنى لنا اسمها ام ليب. ام ال ليب. اللي هو سبارك. لو ما كانش عندي ام ال ليب دي كان ايه اللي هيحصل؟ I will have an I will write the data from scratch. بالظبط انا هوريكم دلوقتي شكل ال هحطها لكم مش كاستمر بيديكم يعني عايز اقول لكم ان شاء الله لما نبدا نجيب ايديا جامد ونتعلم هتلاقي الكوز والتوتوريالز والسامبلز والاكزامبلز الهبل يعني سبارك نفسهم ما عندهمش اكزامبلز كتيره بس عندهم جيت هاب ريبوستري عليها اكزامبل لكل واحده من الميثودز دي يعني كان تيك ات اند ستارت فروم ات بس كده كده ان شاء الله هعمل لكم الكود انا عايز بس اوريك كده بشكل واحد هناخد بريك نصلي ان شاء الله ونرجع نكمل عندنا حته بس صغيره خلاص كده وكلها بتشتغل بنفس الكونسيبت ده روح امبورت اللايبرري
تعملها ايه؟ خد التست سيت اعمل بريدكشن عليها وبعدين طلع بقى الدايجنوستكس بتاعها. انت المودل دي كلها موجوده ومش ام يعني ام سبارك ام ال مش الوحيده. يعني في عندنا كمان لايف اسمها مادلت، مادلت بتشتغل مع جيل بلاند مع حاجه اسمها هوك على الادوب. في عندنا ماهوت. اوكي في عندنا بقى لايبرز زي تنسور فلو وميتا كافيه يعني فريدوس لايبرز موجوده كتير. فلينك مثلا عنده فلينك ام ال اللايبرز بتاعته نيتف دي انتجريتد معاه. وطبعا في كل الايكو سيستم يو كان بيلد يور اون يو دي اف سي يوزر ديفايند فانكشنز. يو كان بيلد زين يو كان ريجستر ديم في الكونتكست وتستخدمهم از اف ان هم بيلد ايه فانكشنز. اوكي نفس الكونسبت اللي شفناه. فالفلكسبيتي موجوده يعني. الباكجز كمية الباكجز الموجودة في ار.